متابعكم عالم الصباح مع كيندا وأرض وورد. شو اسمه؟ موجود. هاي موجود. انت مثل الوردة. موجود. وانت مثل الفراشة. تعي انا بنزيد كومبلمنتس على الهواء، إذا عبير حدا يتصل فينا يقول لنا كومبلمنتس ما بنزعل. شو اسمه؟ كالاتيا. كالاتيا، حلو الاسم. كالاتيا. حلو. عادية. كالاتيا. ما لقيت اسم هين، بس هو منه صعب كثير. لا بالعكس. كالاتيا كروكاتا. هلا سمعت صعب. ايه لا تكملي. لا يا ريت ما سألت. هلا كالاتيا بيمشي حال، هذا نوع العائله يلي بتنتمي لها هالنبته يلي رح نشوفها اليوم، وهي من النباتات اللي فينا نقول انه شوي هيك سبيسيال بشكلها، والورقه تبولها كثير خاصه فيها، حتى كثير ناس بيقولوا هيدي هي البلانت اوت كوتور يلي بتكون شوي غير عن بقيه النباتات يلي فيها زخرفه شوي مختلفه، لانه اول شيء ما كثير بتلاقي وراق عندها هالتموج هيدا، وبعدين عندها ورقه على الوجه لونها على الاخضر كثير كمان خاص فيها، اللون الاخضر الغامق، وتاني ميله عندك اللون البوردو يلي هو كمان كثير كثير حلو، وممكن انه تلاقي اشكال مختلفه من الكالاتيا، مشان هيك قلت انه هذا النوع يلي هو الكروكاتا، وهو الوحيد يلي بيزهر بين بقيه الانواع يلي بنسميها كالاتيا، ويلي بتعود عن انها تزهر بانه عندها اوراق فيها اشكال بقلبها وفيها الوان مختلفه. فاذا هذه نبته بنقدر نحطها بالبيت، وهي اصلا من النباتات يلي ما كثير بتقدر انها تعيش برا، لانه ما كثير بتتحمل تغيرات الطقس، لا بتحب البرد ولا بتحب الشوب الزايد، فكثير بيناسبها جو البيت، وهي من النباتات يلي اصولها استوائيه، وصرنا بنعرف انه هالنباتات هن اكثر نباتات بحبوا انه يكونوا موجودين بقلب بيوتنا، لانه بيكون بس الضوء مش كتير منيح. ما كثير بنشوفها، مع انه يعني بنلاقيها اكثر شيء بفصل الشتاء، بتلاقيها شوي بالمشاتل لانه بتبلش تزهر وقتها بيكون النهار اقصر من الليل. أوكي. في كثير نباتات يلي بخليها تزهر هو طول النهار او قصره، ولما يقصر النهار هذا الشيء بحفزها انه ترجع تزهر عن جديد. فالكالاتيا عاده بنشوفها الأوقات الباردة من السنة، أو الأوقات يلي نحن عنا باردة يلي بيكون نهارها قصير، مشان هيك بالمشاتل بتشوفيها ابتداء من شهر كانون الثاني وصولا لنيسان أيار ماكسيموم، من بعدها ما بعود في إنتاج لهالنبتة هيدي لأنه بيكون طول النهار. نعم. هلا بس هالقد بيبقوا يعني هالقد ما كثير قصدي بتزهر؟ لا ما كثير بتزهر، بس والأنجأ كم وحدة؟ ثلاثة أو أربعة، بس شوفوا قديش بيعطوا ضوء، بيعطوا لون للورقه، لانه الورقه كثير غامقه، ولون الزهره يلي هو كثير هيك حلو وحيوي، فبيعطيها كثير توش خاصه بهالنبته هيدي، مشان هيك بتقولي ايه ما كثير شايفينها، يعني منا من النباتات يلي كثير بتشبه غيرها، لا هي عندها شخصيتها وعندها شكلها يلي حلو كثير. هلا اذا بننتقل للعملي، كمان منا من النباتات يلي صعبه كثير، كثير مهم انه ننتبه الشغله الاساسيه هي الرطوبه، يعني ما لازم نكون موجوده بجو ناشف كثير، ناشف كثير يعني ما بتحسي فيه دبق، وبالتالي لحتى تعيش منيح ما فينا انه نرشها بالمي، عادة بنقول احيانا شيء نرشها بالمي، بس هيدي ورقتها كثير حساسة، احسن شيء نعمله نحط لها كباية مي حدا. ايه؟ او حيلا صحن مي بطريقة ديكوريتيف او بقلب بول يكون حلو فيه مي، لحتى بس تتبخر المي تكون حدا تعطيني الرطوبة اللي هي بحاجة لها. بهالطريقة بتاخذ رطوبة بالمايكرو كلايمت يلي حواليها، مش ضروري يكون كل الأوضة رطبة ونحن نتضايق، بس يلي حدا بيكون فيه رطوبة وتكون عم تاخذ الرطوبة اللي هي بحاجة لها. شو رأيك؟ لا كثير قوي. يعني ولا مرة بنختار لأنه إذا من إيه بس هي كثير من النباتات بيسوى إنه نعمل هالشيء. بنشوفها بالبيوت. يعني بدي أعطينا بطريقة مختلفة.
ايه هو بس المهم انه نعرف انه هي بدها رطوبه بس ما لازم نرش ورقه مي، كيف بدنا نحلها؟ بدنا نلاقي طريقه بدنا نخترع شيء، فاحسن شيء هو انه نحط كبيت المي حدا، كل ما تنقص كبيت المي نعرف انه مزبوط خي منيح معناتها هالكلاتيا عم تاخذ رطوبه يلي هي بحاجه لها. هلا بالنسبه للسقايه بتشبه كثير من النباتات المنزليه الثانيه اللي هيدي صارت الغنيه تبعولي، يعني بتسقي مره بالاسبوع بفصل الشتاء ومرتين بالاسبوع بفصل الصيف. ابتداء من هلا كثير بدنا ننتبه كيف السقايه بتكون لانه عم بيتغير الطقس، وبالتالي بتصيري بتحسي انه كنا قاطعين بوقت كنت تقولي انت عندك ريتم يلي هو عم تسقي مره بالاسبوع، هلا عم بتغير الريتم شوي لانه عم بتشوفي انه التراب بلش ينشف، يمكن هلا بلش شوي شوي تدريجيا بتقربي الوقت يلي بتسقي بين المره والمره الثانيه، نحطها بمحل يكون مضوى بدون شمس مباشره ابدا، ما تخلي ابدا يجي عليها شمس ولا النهار ولا الصبح ولا بعد الظهر، بس تكون موجوده بمحل مضوى منيح، يعني بدها تكون قريبه من مصدر النور بس هالمصدر ما يكون عم بدخل شمس مباشره تيجي عليها، احسن ما يصير في عندي تاش على الاوراق تبعولها. وبدنا نغذيها كمان. قد ايه بتضاين؟ الزهره ولا الورقه؟ لانه الاوراق دائما موجودين على مدار السنه بس الزهور بتضل تقريبا شهر او شهر ونص موجوده بهاللون هيدا، بعد شوي ببلش يصير لونها شوي اغمق لانه بتكون عم تنشف، فيكي تتركيها شوي على النبته طالما انه عطي شكل حلو، بس تتنشف كليا بصير فينا انه نشيلها. كنت عم بقول كمان من النباتات يلي كثير بطيئه انه تنمى، يعني ما بتشوفي انه تغيرت كثير، هيدي البلانت بتحطيها بمحل لا ما كثير بتغير، ما كثير بتكبر، ما كثير بتعطي اوراق جديده، ورقتين او ثلاث اوراق بالموسم هيدا كل شيء بتعطي، مشان هيك الاوراق يلي موجودين بدنا نحافظ عليهم، مشان هيك كثير مهم انه ما نخليهم يعملوا تاش وما نرشهم بالمي، نحط لهم كبيت المي حدهم وما نعرضها للشمس لانه كمان بتعمل هلبقه على الاوراق، نحافظ على الاوراق الموجودين تنخليها عبيه كثير، واذا كان في شيء ورقه مش عجبتنا اكيد فينا انه نشيلها من الكعب تبعولها، ما نترك ابدا الغصن موجود على كعبه لحتى ما يصير في عندي عفونه. كنت عم بحكي عن المغذيات كمان، عاده النباتات يلي بتكون مزهره، وقتها بتكون مزهره بتكون هي اكثر شيء بدها تاكل. يعني وقتها بتكون مزهره هو الوقت يلي اكثر شيء لازم انه نعطيها مغذيات، لانه دائما بتسالوني انه غير المي غير المي الانغري او المغذيات يلي بنعطيها للنباتات وخاصه يلي هي بالحواض الصغيره، فوقتها تكون مزهره لازم انه نعطيها مغذي للنباتات المزهره مره واحده بالشهر، بس نضل محافظين على هالوتيره لحتى نضل محافظين على الزهور لاطول فتره ممكنه. هلا بعدين بالوقت يلي ما بتكون مزهره فيه فينا نعطيها مغذيات للنباتات الخضراء بس، بنكون صرنا بفصل الصيف بهالطريقه نضل عاملين صيانه منيحه للوراق تبعولها، وبركي بنشجعها انه بدل ما تعمل ورقتين تعمل ثلاثه بالموسم، اكيد هذا الشيء بيغنيها اكثر. منا كثير نبته متطلبه، يعني اذا كان بنرجع نعمل ريزومي شو الاشياء اللي بدها اياها، بس بدها هالكبيت المي حدا بليز قبل ما تنام حطي لك كبيت مي حدا، ونسقيها مره بالاسبوع او مرتين وما نحطها بمحل يكون الشمس جاي عليها بقوه، هيدي كل شيء بحاجه له. عدا عن هيك مثل كل النباتات، وحلو انه ما تكون تتغير كثير شكلها، لانه في كثير ايام بتكون انت عم تشتري بلانت بدك تحطيها بمحل معين ترجعي على البيت تتغير او تكبر او بصير منه مناسب هذا المكان اللي هي موجوده فيه، وبما انه حجمها منه كثير كبير بتحطيها على الطاوله حدك، ما تكون على الارض اكيد لحتى تكون مبينه، تكون على طاوله صغيره على مبل دابوي صغير عندك بالبيت، وبتعطي هالالوان الحلوه كثير صيفا وشتاء. طيب بس هي يعني بمحل لازم في ضوء ما في ضوء ما بتفرق؟
تفرق كثير. هلا كنا عم نقول انه حتى حتى بمحل تكون مضوى كثير منيح بدون ما يكون جاي عليها شمس مباشره. هلا اذا كان قريب من مصدر الضوء وقلت انا انه ما يجي شمس ابدا، فينا انه نزيح البرديه شوي وقتها بتجي الشمس، نخليها منا كثير يعني بالشمس، ونرجع بعدين نفتح وقتها تغيب. بهالطريقه بنسميها هيدي الضوء المفلتر، يعني ما يكون الشمس هي اللي واصله بس ضوء النهار واصل عليها بشكل جيد. هلا بهالايام هيدي بصير في كثير حشرات على النباتات رولا، وبالتالي لازم انه كثير ننتبه، لانه هلا اول شيء على غيار الطقس، ثاني شيء بلش يطفى، وبالتالي بتشوفي اصلا يعني وين ما كان على الشجر الجديد في عندك اوراق جديده، وعاده كل الحشرات بتحب تاكل الخضار الجديد، وبكون تحسن الطقس، هي كمان دورتها بتكون بلشت يعني كل البيوض يلي موجوده على النباتات بلشت كمان تعطي الحشرات تبولها. فبدنا ننتبه كثير اي متى نسقي، اي متى إذا عم نرش مي نرش بأوقات يلي هي الصبح والمساء، حتى ما على الحرارة العالية يكون في عندي رطوبة وحرارة، وهيدا أفضل وقت لحتى الحشرات تتكاثر. ونشوف يعني دايما نلاحظ على نباتاتنا إذا في أي خلل دغري نعالج، أول ما بنعالج فينا نعالج بمي وصابون بأشياء موجودة عندنا بالبيت. إذا كان تأخرنا على النبتة يمكن هل صابون؟ إيه مي وصابون فينا نرش، مش الكلاتيا، كل النباتات بشكل عام هون ممنوع الرش لا بمي ولا بمي وصابون. بس اجمالا اذا كان في عندي خلل صغير فينا نعالج بوصفات موجوده من عندنا من البيت. اذا كان تاخرنا لحتى ننتبه اذا في اي خطا على النبته، ساعتها بصير بدنا نستعمل طرق اقوى يلي هي بتروح على المبيدات، بتقدر تكون صديقه للبيئه، وما بدنا نوصل انه نستعمل المبيدات يلي هي ممكن تكون مؤذيه. ساعتها انا بفضل انه لا، خليها قد ما تقدر انه تضاين وما نستعمل المبيدات. هي تنقليها من بولا من بولا بوتيني تزرعي زياده تاخدي منها لتزرعي لا، حتى نزرعها هينه منها صعبه ابدا. بتشوفي انه بتعطي مثل بوكيات حد بعض، يعني هي بتكبر بهالطريقه هيدي. بتشوفي في عندك مثل كل مجموعه لحال اوكي، اذا عم نقدر ناخذهم كل ثلاث او اربع اوراق مع الزهره تبعولا بيكونوا لحالهم. وفينا انه اذا حبينا ناخذها من عند حدا من اصحابنا عجبتنا، واذا بيعطينا شقفه منها بنقدر انه ناخذ مجموعه من الاوراق مع الورقه تبعولا مع الشروش. يعني بدنا نفوت على التربة ناخد مع الشروش كلهم سوا ونزرعها عنا بقلب البيت، بيكون حصلنا على نبتة هالقد قدها. وإذا بتنتبهي النبتة اللي بتضل ما بيأثر كتير الشكل عليها، بتضلها كمان حلوة، وبيرجع بفرغ مطرحها بكتير بطء يعني على مهل، لأنه مثل ما قلت هي نبتة بطيئة لحتى لي تكبر ولحتى لي تعطيني ورقة جديدة. بس طريقة أنه نزرعها منا صعبة، وحتى بتقدر أنه تنجح إذا كان قدرنا أنه ناخد الجذور معها بشكل مظبوط، يعني ناخد كل الجذور لهالمجموعة من الوراق مع النبتة تبعولها. التراب يلي بنزرع فيه لازم يكون تراب بسرب مي بسرعه، وهيدا كمان بينطبق على اكثريه النباتات. ما بتنسقى مره بالجمعه بس وقتها مره بالجمعه بس وقت اللي بنسقيها لازم انه المي الزايده تسرب منيح، وبالتالي لازم يكون تراب خفيف. اذا بتشوفي البو تبعها هو تراب خفيف تحمليها ما بتحسي بتقلى، لانه بس كبيت المي بتبقى حدا كل الاسبوع. ايه كل الاسبوع، هيدي مشان تعطي رطوبه على الوراق تبعولها، على الوراق حتى الجو يكون رطيب، بينما الشروش او الجذور هي يلي بحاجه انها تشرب لحتى تحافظ على حيويه النبته. فاذا كلاتيها كروكاتا قريتا مشان نحفظها مكتوبه هون عندنا هيني ابدا. ثانك يو لاليك، رح نرجع الاسبوع المقبل ان شاء الله. بنتوقف مع بريك، من بعدها كارمن بتستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء وزودياك.